الوفاض، صفر ريال رصيدي ما معه ولا شيء، لكن معوض خير ومالك كسب 600 ريال رصيدي، صح؟ 600. المتسابق التالي عبد الله المحاجري، تفضل يا عبد الله، سم يا فيصل. شيا شيا. طيب نسمع من فيصل. فيصل الاعداد وفقره خفايا وتركي الموسى. شيا شيا بمعنى احتاج الترجمه. ترجموها. لا لا ترجمها انت. لا ترجموها. اتوقع اعلى ما بخيلكم اركبوه. لا لا اجل. لا والله شكرا. ها شكرا. واحنا نقول لك شكرا بعد. عبد الله شلونك؟ عليكم السلام ورحمه. حيك يعطيك العافيه. شو اخبارك؟ الحمد لله بنعمه. عبد الله صاحب الكلمه الجميله، الله يرفع قدرك، ومن ديره نحبها جدا. ما حبيت غير اللي قبل. لا نبدا بالمسابقه احتاج اني اسمع منك شيء. ابشر من عيوني. في البدايه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم نسالك القبول في السماء والارض يا رب. اقول الفوز هذه الابيات لعيونك. يا سلام. اقول الفوز لا ما هو مجرد نهايه، الفوز لا ما هو مجرد نهايه، فوزي انا اكبر شرف من عرفتك ناصر، أذكرك في صباحي ومسايا نخوة وطيبة، والكرم في وقفتك مدهالكم بين العرب في علاية، فنجالكم رمز الكرامة وقفتك. يا سلام. يا سلام. يستاهل 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 ناصر، أذكرك في صباحي ومسايا نخوة وطيبة، والكرم في وقفتك مدهالكم بين العرب في علاية، فنجالكم رمز الكرامة وصفتك. يا ليتني اقدر اغني غلايا، ماني بمغني لو بعودي عزفتك. يا سلام يا سلام يا سلام. صح لسانك زود. صح لسانك وبيض الله وجهك وما عليك زود يا حبيبي. يعلم الله الابيات من الخاطر وانت تستاهل. تاكد والله اني ابادلك المشاعر وابادل كل رجل موجود على سلطنه عمان. فعسى الله يحفظكم جميعا. الله يرفع قدرك. الله يسعدك يا حبيبي. اسلم اسلم. سؤالك الاول يقول بسم الله. اول شيء انت راعي دار. اول شيء انت راعي دار. الله يرفع قدرك. فما نعتبرك الا واحد منا وفينا، فسؤالنا عن المملكة. وطنك، وطنك الثاني. يقول السؤال اسلم بسم الله. يحد المملكة العربية السعودية من الغرب. من الغرب. من الغرب. حلو. اليمن أو الإمارات أو البحر الأحمر. الشرق. خلينا نرسم الخريطة. شرق. البحر الأحمر. البحر الأحمر حسب التحليل. صفقوا لك الشباب وتستاهل وأنا صفق. إجابة صحيحة ومبروك. أول 300 ريال رصيدي في جيبك. اللهم لك. وفعلا إجابة صحيحة، البحر الأحمر على شواطئ جدة والمنطقة الغربية هو اللي يفصل ما بين قارة آسيا وقارة أفريقيا. سؤالك الثاني يقول كم الوقت الذي استغرق نزول القرآن الكريم؟ أعطيك خيارات؟ معي الجواب غير هات الخيارات. 23 سنة، 25 سنة، 27 سنة. فرست ون 23. 23. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شوف انت صفقت لنفسك صح؟ ان شاء الله من ربك يا رب. اتمنى ان الاجابه صحيحه على قد الثقه يا رب. سمعنا يا كنترول. سلام. الحمد. 600 ريال رصيدي في جيبك. الهاتريك ان شاء الله. اخر سؤال يا رب الهاتريك. قولوا امين قولوا امين يا رب الهاتريك. بسم الله بسم الله. السؤال يقول يوجد سوق عكاظ. بسم الله. في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية؟ جدة، الطائف، رابغ. عروس الوصايف. لا والله معي مع الجواب الطائف. والله مع الجواب من دون مساعدة الطائف. متأكد؟ بعون ربك مع الجواب من دون مساعدة بعون ربك. سمعنا يا كنترول. سلام. مبروك يا عبد الله. اللهم لك 900 ريال رصيدي. ترى اللي حقق 900 ثلاثة بس. أنت الثالث. اللهم لك الحمد. مبروك. اللهم لك الحمد. استمراريتك في هالنقاط هذه
معناها انك مستعجل مره. عادي ترى احنا فاضيين ذود اسلم 900 معناها انضمنت ال 20% يا رب. باقي لك 80% لموضوع التاهل، وفعلا اجابتك صحيحه. سوق عكاظ يقع في مدينه الطائف ويعود الى عام 501 للميلاد. اللهم لك الحمد. ومعلومه قراتها ان العرب تاتي له 20 يوم من اول ايام ذي القعده، طبعا يبيعون البضائع فيها ويقولون القصائد الى يوم 20 من نفس الشهر، وبعدها الى ارض الله الواسعه. مبروك يا عبد الله 900 ريال رصيدي، تستاهل. مساء الطيب. تفضل. شوفتك الله يعلم ان دوبامين وسيروتونين في هالقناه، يا هرمونات السعاده يا حبيبي. يعطيك العافيه. شكرا يا عبد الله. طيب. الله.